بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل على سيدنا محمد في المرأة الأعلى إلى يوم الدين. حياكم الله، طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأوقات في موازين حسناتكم، وأن يجعلنا بعد هذا المجلس خيرا مما قبله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. احنا عايزين نفرق قوي بين علم أصول الفقه وعلم الفقه، تمام؟ علم أصول الفقه ده أشبه بالأدوات اللي بيستخدمها الفقهاء، إزاي الفقهاء بيفكروا بحيث يستخرجوا الأحكام الفقهية المختلفة. هنتكلم عن ده بالتفصيل. أنا دلوقتي يهمني إني أتأكد أن حضراتكم عاوزين تحضروا أصول الفقه وليس الفقه، كويس كده؟ حيث نبقى عارفين إحنا هنا بنعمل إيه. طيب إحنا النهاردة هنعمل كده إيه، تجوال سريع في حاجة بيسموها المبادئ العشرة لعلم أصول الفقه، كويس؟ إيه فكرة المبادئ العشرة؟ فكرة المبادئ العشرة باختصار هي إنه العلماء قبل الحديث في العلم بيكلموا عن العلم، تمام كده؟ فاحنا عندنا حديث في العلم وحديث عن العلم. ايه الفرق بين الاثنين؟ الفرق بين الاثنين انه الحديث في العلم بيمسك قضية او مسألة او باب، وبنشوف الناس بتوع العلم دوت قالوا فيه ايه. ده حديث في العلم. طب حديث عن العلم ده نظرة من بعيد، ما هو هذا العلم؟ ايه فايدة دراسة هذا العلم؟ بيتكلم عن ايه هذا العلم؟ ايه اهم موضوعات هذا العلم؟ امتى نشأ هذا العلم؟ مين اهم اعلام هذا العلم؟ ده كله كلام عن الايه؟ عن العلم، كويس كده؟ فاحنا لازم ايه؟ نفرق بين الحاجتين دول، الحديث عن الحديث فيه. حديث في العلم ده تناول مسائل وقضايا العلم كما هي عند المتخصصين، تمام؟ حديث عن العلم ده تناول مسائل أو تناول للعلم قبل الدخول في المسائل، كالحديث عن المبادئ العشر. يبقى لما يجي مثلا اتكلم عن حكم تارك الصلاة، ده حديث ايه؟ في ولا عن؟ في العلم، مش كده؟ لما اتكلم عن نشأة في الفقه الشافعي، عن، مش كده؟ لما اتكلم عن انواع النظريات السياسية، في ولا عن؟ في ولا عن؟ عن. لما اتكلم عن وجهة نظر مثلا مونسيكو في إدارة المجتمعات، يبقى في اتكلم عن وجهة نظر متخصص معين في حاجة معينة، مش كده؟ تمام. انواع العلوم السياسية عن، تمام. يبقى ايه الفرق بين الاثنين؟ انه كانك حضرتك بتبصي على الميه من بعيد، عندك مثلا كده ايه كوبايه ميه بص عليها من بعيد، ده عن، في حطيتي ايدك في الميه او شربت الميه،
لما تحطي ايدك في الحاجة وتفصصي فيها وتعملي كده 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 وتميزيها، ده بيقول ايه وده بيقول ايه وده بيقول ايه بالظبط، وده حجبه ايه وده رد عليه قال له ايه، وتاريخ كده، كل الحاجات دي هتصل في ايه؟ يعني علم انا وصلت من بعيد، انا ما دخلت جوه لسه. تمام. احنا النهارده هنبدا نتكلم عن تمام، وهديكوا تكليفات فيه، والمره اللي جايه نبدا بالحديث فيه ان شاء الله. حضره حضراتكم مطلوب منكم تحضروا 16 ساعه، 16 ساعه ديت احنا هندرس مع بعض بعض اصول الفقه وبعض تاريخ التشريع، تكليفات جزء يتجزأ من الطلبه، هتكلفوا حضراتكم بقراءه حاجات او عمل بحوث عن حاجات او البحث عن حاجات، ده جزء اساسي لا يتجزأ من الشغل بتاعنا، بحيث نخرج من الدوره واحنا استفدنا كميه كبيره بقدر الامكان. وبعدين الحاجات اللي حضراتكم هتكلفوا بقراءتها اثناء الدوره في عندنا فرصه انكم تناقشوني فيها. ايه بقى حكايه المبادئ العشره دي؟ حضراتكم عارفين كتير قوي من طلاب الثانويه العامه بعد خلاص الثانويه العامه يقولوا ايه، سمعوا عن كليه حلوه فيها صاحبتي او فيها زمايلي او فيها ولاد خالاتي، فيروحوا ايه داخلين الكليه مفكرين، او البنت تبقى مفكره او الولد انه هيدرس حاجه معينه، ثم يفاجئ بعد ذلك ان لا انا ما بحبش العلم ده، مش هو ده اللي هيحقق طموحي، مش هو ده اللي انا كنت عايزاه، ليه؟ لانها ما عرفتش المبادئ العشر. لو طلاب الثانويه العامه كلهم عملنا كتاب كده فيه المبادئ العشره لكل العلوم اللي بتدرس في كل الجامعات المصريه، يعني الاداره طبعا مش هيبقى مجلد كبير، لكن هو الاداره دي مثلا على سبيل المثال تدرس في 60 مكان، الطب 30 40 مكان وهكذا. فاحنا لو عملنا كتيب فيه المبادئ العشره بحيث الطالب قبل ما يدخل يعرف عن العلم، بحيث يبقى ده اللي حقق طموحي، ده اللي انا كنت بحلم بيه، ده اللي انا عايز اكونه بعد 20 30 سنه ولا لا؟ عشان اتجنب فكره ان الطالب يخش الجامعه سنتين وبعدين يروح محول بدا من سنه اولى ثاني كليه ثانيه. تمام؟ فالمبادئ العشره بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن العلم من بعيد. طيب ايه بقى المبادئ العشره دي؟ انتوا حضراتكم طبعا تسمعوا عن مشايخ الازهر بتوع زمان، مش كده؟ عارفينهم؟ شيخ الازهر، الشيخ الازهر دول بيحبوا دايما يعملوا ايه؟ يعملوا كل حاجه كده في ابيات بحيث يسهل على الطالب انه يحفظها. اول تكليف معانا هنحفظ الابيات دي ان شاء الله، اكتبوا كده التكليف رقم واحد، حفظ هذه الابيات. ان مبادئ كل فن عشره، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، لسائل والبعض للبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفاء. العشر من دولة المادة ممكن نشغلهم مع أي علم من العلوم، يعني حضرتك لو متخصص في العلوم السياسية لازم تعملي المبادئ العشرة لعلم مثلا النظريات السياسية، علم الاقتصاد دكتور، علم الكيمياء الحيويه، علم الاثار. تكليف رقم اثنين، كل واحد من حضراتكم هيعمل المبادئ العشره على غرار المبادئ العشره دي لعلم اللي هو متخصص فيه. انت لما هتعملي المبادئ العشره في ورقه صغيره قد كده، ورقه صغيره كده اهوت، يبقى انا كده عرفت حاجه عن هذا العلم. أنا أسمع إن اقتصاد علم سياسية في علم كتير، أو في علم النظريات السياسية وتاريخ السياسة، مش كده؟ حاجات كده كتير، فإحنا نختار منها علم واحد بحيث نعرف عنه، أنا كواحد غير متخصص أعرف عن إيه؟ عن هي. نفس الكلام في الإيه؟ في الـ HR. طيب نطبق ده بقى على علم أصول الفقه. طيب ما هو علم أصول الفقه؟ علم أصول الفقه هو معرفة دلائل الفقه إجمالاً وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. معرفة دلائل الفقه إجمالا فصل، وكيفية
الاستفادة منها. فصل وحال مستفيد. خذوا بالكم العلماء لما بيحط حد يعني حاجة فاصلة، حد يعني فاصل حدود الدول، خطوة هنا تبقى في مصر وخطوة هنا تبقى في ليبيا، في الحدود نفس الكلام. لو ما فهمتيش الحدود هتدخل نفسك في حاجات تانية، لذلك هذه الحدود كلام دقيق. يعني ايه دلائل الفقه اجمالا؟ الدلائل هي المصادر الأساسية للتشريع. يقطع الشيخ في التلفزيون يقول لي الحجاب فرض، او لما يقول لي مس المرأة في الوضوء، او لما يقول لي الخمر حرام، او لما يقول لي صلاة ركعتين قبل الظهر يجوز، او لما يقول لي صيام يوم الاثنين سنة. ده الكلام ده منه، واحنا بنعبد الشيخ ولا بنعبد الله؟ فهو الشيخ ده منين بقى؟ لازم يعرف وعلم اصول الفقه اللي بيقول لي المشايخ بيقول وازاي هي كيفية الاستفادة. ثم هل اي حد يجيب؟ اي حد يجيب؟ يعني اذا قلنا انه خلينا الاول في النقطة الاولى اللي هي دي معرفة دلائل الفقه اللي هي مصادر التشريع. مصادر التشريع اللي هي من اين يأتي الحكم الشرعي، ما الذي يجعلني اقول حلال وحرام، ما الذي يجعلني اقول يجوز ولا يجوز. ده معنى ايه مصادر التشريع؟ يبقى الجزء الاول هو معرفة دلائل الفقه ايه اجمالا. كلمة اجمالا برضو مهمة جدا. ليه؟ لانه في عندنا ادلة. طب خلينا ما نعملهاش كده، خلينا نعملها كده. الادلة اجمالية او تفصيلية، دي ادلة كلية. يعني لما اقول مثلا ليه قلت الخمر حرام، اقول لك يا اخي عشان القرآن بيقول حرام. القرآن بس، القرآن صح كده؟ ليه قلت انه صيام يوم الاثنين سنة؟ عشان موجود في الاحاديث. فالدليل هنا بايه؟ دليل اسمه السنة النبوية. تمام كده؟ طيب ايه اللي خلاك، ايه اللي خلاك تقول انه انه مثلا هذا السفر شاق او غير شاق؟ انه اذا كان شاق هترتب عليه حكم، واذا كان غير شاق لن يترتب عليه حكم. ايه اللي خلاك تقول كده في العرف؟ هذا السفر طويل او قصير؟ ايه اللي خلاك تقول كده؟ حاجه اسمها الايه؟ العرف. فاحنا عندنا ايه؟ ادله اجماليه وعندنا ادله تفصيليه. يعني ادله تفصيليه يعني حاجه محدده. ايه اللي خلاك تقول الخمر حرام؟ عايز بقى دليل تفصيلي؟ اقول لك ايه؟ قول الله تعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. بس كده؟ ايه اللي خلاك تقول ان الضحى سنه؟ لو قلت لك بس في الاحاديث يبقى دليل اجمالي. طب دليل تفصيلي؟ اقول لك ايه؟ ركعتي الضحى خير من الدنيا وما فيها. ده دليل ايه؟ تفصيل. فأصول الفقه بقى هيتكلم في الأدلة الإجمالية ولا التفصيلية؟ الأدلة الإجمالية. الأدلة التفصيلية ليس لنا بها علاقة. في الأدلة الإجمالية بقى هنسأل نفسنا أسئلة أعمق، وهو لما أنت تقول لي الخمر حرام وأقول لك ليه، تقول لي عشان في القرآن. أنا إيش عرفني من القرآن أصلا بنقول ان هي حرام؟ فايه؟ هنبحث عن في هذه الادله الاجماليه عن كيفيه الاستفاده
من هذه الأدلة الإجمالية الأدوات المختلفة التي تجعلني أقول حلال أو حرام. تمام. فالسنة لو قلنا السنة دليل إجمالي، ليه السنة حجة؟ ليه أفعال الرسول حجة؟ ليه؟ لو قلنا أن من الأدلة الإجمالية حاجة اسمها القياس، منين جاء القياس؟ لو قلنا حاجة اسمها الإجماع، ليه الإجماع حجة؟ وأنا ليه ملزم كمسلم أني أتبع الإجماع؟ يعني لما يطلع شيخ ويقول لي أنه هذا الحكم مجمع عليه، يعني المسلم يجب عليه أنه يعمل كذا لأنه بالإجماع كذا، زي مثلا ما نقول أنه تأجير الأرحام، عارفين حركهم قضية تأجير الأرحام؟ تأجير الأرحام حرام بالإجماع. إيه تأجير الأرحام؟ واحدة ست تكون بتخلف، واحدة ست ثانية متخلفش، فيأخذون الحيوان المنوي في عزوج المرأة اللي متخلفش ويضعونه عن طريق الحقن المجهري في رحم المرأة التي ما حصلش زنا، يعني هو ما حصلش زنا، يعني الراجل والست دولت ممكن يكونوا معرفوش بعض اصلا، الموضوع بيحصل في مركز طبي، المراه دي يعملوها عمليه صغيره كده ويدخلوا في الرحم الحيوان المنوي السابق في البويضه، شكرا على كده. فكانها عملت ايه؟ اجرت الرحم بتاعها مفيش، يعني انها اجرته بحيث ينمو فيه الطفل وبعد كده هتولده وتصير مصحه او مصحه. فلما اقول لك هذه العمليه حرام بالاجماع، ان مفيش دليل في القران ولا في السنه، مفيش ايه بتتكلم عن الموضوع ده، الموضوع مستحدث، مفيش حديث بيتكلم عن الموضوع ده، لكن لما اقول لك ان علماء المسلمين جميعا المجتهدين منهم قالوا هذه العمليه لا تجوز لاسباب واحد من ثلاثه اربعه، فانت ليه كمسلم ملزم ان تاخذ بهذا الحكم امام الله سبحانه وتعالى، بحيث اذا لم تاخذ به تحاسب امام الله؟ ليه؟ وليه احنا بنشوف ان الاجماع حجه؟ ده اللي هنتعرف عليه فين؟ ليه القران حجه؟ ليه السنه حجه؟ ليه القياس حجه؟ ليه الاجماع حجه؟ ليه الاستصحاب حجه؟ ليه قول الصحابي حجه الى اخره؟ فده كل ده فين؟ من غير ما نتكلم في حاجات تفصيليه. احنا ايه؟ احنا طلعنا فوق اكتر، احنا عمقنا الموضوع اكتر. لما تقولي لي الحجاب فرض، اقول لك ليه الحجاب فرض؟ اقول لك عشان القران بيقول، وانا ايش عرفني ان القران قال؟ اقول لك قول الله تعالى كذا، اقول لك وليه الايه دي ما نفهمش منها غير كده؟ دي ما فهمناش منها كذا حاجه ثانيه مختلفه، اقول لك علشان كذا كذا كذا. كل ده فين؟ في مصنع اسمه مصنع اصول الفقه. عرفت؟ اذا معرفه دلائل الفقه اجمالا. الأدلة الإجمالية اللي موجودة في أصول الفقه تنقسم إلى قسمين، أصلية وفرعية وتبعية. الأدلة الأصلية القرآن والسنة، الفرعية الإجماع والقياس. الفرعية كثيرة تصل إلى 40 دليلا، مثل الاستصحاب، الاستحسان، العرف إلى آخره. كل دي حاجات هنتعرف عليها بالتفصيل مع بعض. تمام كده؟ فدي الأدلة الإيه؟ الإجمالية. في هنا سؤال مهم أوي ممكن حضراتكم، ازاي يا عم الشيخ خليت القرآن دليل والسنة دليل ومعاهم الإجماع والقياس؟ يعني كلمة دليل دي لما تتقال، لما أقول لك إيه؟ أنت قلت إيه الدليل؟ الناس تفهم منها كلمة إيه؟ تفهم منها إنك تجيب له آية أو حديث، وده خطأ شائع. ده خطأ شائع. لما اقول لك الدليل هو الاجماع ده دليل، لما اقول لك الدليل هو القياس اقول لك ده دليل. يعني لما نقول مثلا الهيروين حرام، خلاص كده، البانجو حرام، التربات حرام، فين التربات؟
بيرشام كده بياخدوله لكن هعمل ترب هعمل ترب او ترباية يغيب شوية عن الوعي ويرجع لنا تاني. هو كان ايه في رحلة ورجع الحمد لله على السلامة كده يعني. فايه ليه حرام؟ مفيش لا آية ولا حديث. فايه بقى في دليل اسمه القياس. فاذا الدليل مش بس هات لي آية او هات لي حديث، لا، في دليل اخر دل عليه القرآن والسنة ايضا. عشان كده احنا قلنا الاجماع دليل فرعي. يعني فرعي ازاي؟ يعني دلت عليه نصوص في الكتاب والسنة. يعني كأن الكتاب والسنة اصل كبير وهو اصل كبير في نفس الوقت بيديني ادلة اخرى. الاجماع دليل فرعي دل عليه القرآن والسنة، فهو الأدلة كلها راجعة لكتاب السنة لكن لا بطريقة مباشرة. فبعضها تقدر بسهولة تقول الخمر دليلها إيه؟ القرآن لقوله تعالى فاجتنبوه. طب الهيروين؟ لا، دليله مش القرآن، أو دليل القرآن لكن في خطوة بين القرآن والتحريم اللي هي خطوة إيه؟ القياس. قلنا لك او هنقول لك او الشيخ هيقول لك انه الهيروين يغيب الوعي او يسكر، والخمر تغيب الوعي او تسكر. ليه ربنا حرم الخمر؟ لسبب او لعله. ايه العله؟ الاسكار. العله دي موجوده في الهيروين، موجوده في سين، موجوده في صاد. نعم، يبقى اذا حكمها نفس الحكم، تبقى حرام. جبتها منين الحرمه؟ من حاجة اسمها القياس. والقياس جبنا منين؟ من القرآن والسنة وفعل الصحابة. واضح كده؟ يبقى كل الأدلة، كل الأحكام الشرعية اللي موجودة في كتب الفقه بترجع للقرآن والسنة، لكن بعضها يرجع للقرآن والسنة مباشرة، وبعضها يرجع بطريق الإجماع أو القياس، أو بعضها يرجع عن طريق بقية الأحكام الفرعية. تمام كده؟ الأدلة دي، هذه الأدلة يهمني حضراتكم تعرفوا ان دول في سلة ودول في سلة. بمعنى ايه؟ ان دول متفق عليهم، دول مختلف فيهم. يعني المذاهب الاربعة هتلاقيها متفقة على ان القرآن دليل، السنة دليل، الإجماع دليل، القياس دليل. تمام؟ لكن هنا لا، هتلاقي مثلا الاستصحاب بياخد بيه الشافعية، الاستحسان بياخد بيه الأحناف، العرف بياخد بيه الأحناف، قول الصحابي بياخد بيه الأحناف، عمل أهل المدينة بياخد بيه المالكية، وهكذا. فهتلاقوا ايه الأدلة الفرعية دي التبعية دي ياخذ تاخذ بها بعض المذاهب دون البعض. عشان كده في اختلاف في المذاهب، اختلاف في المذاهب. واضح؟ يبقى اذا كلمه دليل لازم نصححها. كلمه دليل لا تعني ايه او حديث بس، عشان حضرتك تفهم المشايخ الفقهاء الازاهره لما يقول لك انت كمسلم الحاجه دي حلال او حرام، انت ما ينفعش تقول له هات لي ايه او حديث، ان هو الموضوع مش كده. في ايه وحديث لكن ممكن يكون بطريقه مباشره او بطريقه غير مباشره. واضحه كده يا اخوانا؟ واضحه كده؟ طيب، عشان كده لما جم يعرفوا الدليل قالوا الدليل هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري. ده معنى كلمة دليل. لما يجي لك حد يقول لك ايه الدليل على كذا، قول له يعني ايه كلمة دليل؟ انك مش شرط اقول لك آية مباشرة او حديث مباشرة، ممكن يبقى الدليل هو القياس او الإجماع او الاستصحاب او قول الصحابة. فالدليل هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه، حاجة معينة قدامي لما هبص فيها وانظر فيها وامع النظر فيها هتديني جملة خبرية، جملة مفيدة. واضح؟ فالدليل هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب ايه؟ الى مطلوب خبري. هتلاقي فيه برضه خلاف في اصل القياس بينهم.
لما نيجي نتكلم عن القياس هتلاقي في خلاف في اصل السنه بينهم، ايه الحديث المعتبر والحديث غير المعتبر. فاسباب كثيره، منها الخلاف في الاخذ ببعض الادله او عدم الاخذ ببعض الايه بعض. واضح كده يا جماعه؟ طيب، يبقى اذا علم اصول الفقه هو معرفه دلائل الفقه اجمالا. يعني ايه الدلائل؟ قلنا جمع دليل. ويعني ايه دلائل الفقه؟ يعني مصادر التشريع. ايه هي مصادر التشريع؟ اللي هي نفسها الادله دي اما ان تكون اجماليه او تفصيليه. احنا بنتكلم في اي ادله؟ الاجماليه. هذه الادله الاجماليه تنقسم الى ثلاثه اقسام: اصليه وهي القران والسنه، وفرعيه وهي، وتبعيه وهي كثيره تصل الى الاربعين. طيب، وكيفية الاستفادة منها. لاحظوا لو حضراتكم حد فيكم يعني بيحضر دراسات علمية أو مهتم يعني بالمسائل النظرية، هتلاحظوا أن هذا التعريف تضمن مناهج البحث. يعني نتكلم هنا عن المصادر، هنا نتكلم عن الأدوات، كيفية الاستفادة منها اللي هي دي أدوات الباحث أو الفقيه. هنا شروط الباحث أو الفقيه برضه. تمام؟ يبقى عندنا معرفة دلائل الفقه إجمالا، هي ما هي مصادر البحث؟ كيفية الاستفادة منها؟ إزاي المصادر دي هستفيد منها؟ إزاي هستبعد بعضها أو أرجح بعضها على بعضها؟ أو أقول إن ده الدليل الأصلي والباقي فرعي؟ أو أقول ده يؤخذ بيه وده لا يؤخذ بيه؟ ايه اللي يخليني اعمل كده؟ الحاجات اللي هتعلمها بحيث تمكنني من استخدام الادوات في التعامل مع الادله الاجماليه. الحال المستفيد من شروط الفقيه شروط الله، لانه اذا قلنا حضرتك النهارده الحمد لله حضرتك دوره في اصول الفقه وعرفت ان الادله هي القران والسنه، هنعمل ايه بقى؟ طبعا نجي كده نروح نفتح القران ونبدا نخرج منه الاحكام. ما احنا عرفنا بقى الشيخ قال لنا انه ايه القران بناخد منه الاحكام، فانا مع نفسي كده هروح ايه اقعد بقى ايه اللي انا فهمته من القران ادونه، اللي انا فهمته من القران ادونه. هل ده عمل صحيح؟ لازم الاول نشوف هل تتوفر فيه شروط الباحث ولا لا. مش اي حد، مش كل حد درس حتى العلوم الشرعيه بيصل لدرجه انه يستنبط الاحكام. الناس اللي هذه الدرجه في كل عصر ممكن واحد او اثنين، يعني حتى شيخ الازهر المفتي لم يصلوا بعد لهذه الدرجه الموجوده في الكتب، درجه علميه عاليه جدا لا تتوفر في الكثير من المعممين. فهمتوا ازاي؟ لان الدرجه دي تشبه كده حاجه زي نوبل في الفيزياء، نوبل في الكيمياء، فهل كل واحد معاه دكتوراه في الكيمياء بياخد نوبل؟ لا. فإذا حال المستفيد دي هنتكلم فيها عن شروط المبتهل. هنتكلم فيها عن ايه؟ شروط المبتهل. هنتكلم فيها عن حاجة اسمها الاجتهاد، حاجة اسمها التقليد. طيب أنا إذا كنت أنت لسه بتقول لي من شوية ما ينفعش أفتح المصحف وخرج منه الأحكام، ينفعش أفتح كتب الأحاديث النبوية وخرج منها الأحكام، فماذا أفعل؟ أنا مسلم وعايز أعبد الله، ماذا أفعل؟ أقول لك الله عز وجل قال لك فعل إيه؟ قال أيمن قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى ربنا أمرني أنا كواحد ما عندوش الأدوات ولا توفرت فيه شروط ولا يعرف ما هي المصادر، انه خلاص يريح دماغه هيروح للي عارف يقول له اعمل ايه. ده كده ايه؟ انا ابقى كده خلصت ذمتي قدام ربنا، لان ربنا اللي قال لي اعمل كده. واضح كده؟ يبقى المقلد يعمل ايه؟ يسال المجتهد. المجتهد بيعمل ايه بقى؟ ده اللي احنا هنتعرف عليه.
علشان نبقى مطمئنين احنا كمان كمقلدين ليه الائمه اللي احنا بنقلدهم ازاي بيستنبطوا الاحكام، ومين اللي يصح ان احنا نستفتي، ومين الذي يصح ان احنا نستفتي في الاحكام الشرعيه عشان نطمئن كمان للدين اللي احنا ماشيين عليه. يبقى اذا ايه علم اصول الفقه ومعرفه دلائل الفقه اجمالا وكيفيه الاستفاده منها وحال المستفيد، ده تعريف علم اصول الفقه. يبقى ده ايه الحد، الحد قلنا يعني ايه التعريف. الموضوع اذا فهمنا التعريف كويس هنمشي بعد كده رهوان نخلص بسرعه. طيب الموضوع ما هو موضوع علم اصول الفقه؟ الأدلة الإجمالية. في حاجة مهمة برضو لازم حقكم تعرفون كلمة أصل، مش احنا قلنا أصول وقلنا فقه كده؟ كلمة أصل يعني إيه؟ الأصل هو ما يبنى عليه غيره، هو ما يبنى عليه غيره. والفقه والأحكام الشرعية العملية. خلاص كده؟ فأنا هعرف الأحكام الشرعية العملية جات لي منين وإزاي؟ لما أقول الصلاة فرض، ليه هي فرض؟ وإزاي عرفت إن هي فرض؟ ومين اللي يقول لي فرض؟ صح كده؟ لما أقول الحجاب فرض، منين عرفت إنه فرض؟ هو المصدر. وازاي عرفت انه فرض اللي هي كيفيه الاستفاده، ومين اللي يقول لي انه فرض او مش فرض اللي هي حال المستفيد. تمام كده؟ لما اقول الخمر حرام، منين عرفت انها حرام؟ وازاي عرفت ان هي حرام؟ ومن يقول لي انها حرام؟ يبقى معرفه دلائل الفقه من اين؟ مش كده؟ كيفيه الاستفاده منها، كيف حال المستفيد، من. تمام كده؟ يبقى معرفة دلائل الفقه إجمالا. طيب قلنا علم أصول الفقه، الأصول أو الأصل هو ما يبنى عليه غيره، والفقه قلنا هو الأحكام الشرعية العملية. العملية يعني إيه العملية؟ يعني متعلقة بالجوارح. إذا في أحكام شرعية غير متعلقة بالجوارح، نعم في أحكام شرعية متعلقة بالقلب، في أحكام شرعية متعلقة بالعقل، مش في حاجة اسمها الحسد ولا ما فيش؟ في حسد. الحسد ده ايه؟ حاجة فين؟ القلب. في حاجة اسمها كراهية، دي فين؟ في القلب. طيب اذا واحنا بندرس الفقه مش هتلاقي الفقيه بيكلمك عن حكم الحسد ولا الكراهية ولا محبة الله ولا محبة الصحابة ولا التوكل، كل ده فين؟ مش في الفقه، في التزكية. تمام؟ في أحكام شرعية تانية مش متعلقة بالجوارح؟ نعم، أحكام متعلقة بالعقل. الله موجود، مش كده؟ الجنة حق، الصراط حق، دي حق، دي أحكام كلها، دي فين؟ مش في الفقه برضه، في علم تاني اسمه العقيدة. تمام؟ إذا لما نقول الأحكام الشرعية إحنا بنتكلم دلوقتي في دائرة محددة، وهي دائرة أننا نريد أن نعرف الأصول أو الأسس التي تبنى عليها الأحكام المتعلقة بالجوارح حصرا. تمام كده؟ بناء على ذلك لو قلنا ما هو موضوع الأصول الفقه، هنقول موضوع هو الأدلة الإجمالية. فهو الإيه؟ معرفة الدلائل الفقه، ده الموضوع بتاعه. ده السؤال الرئيسي اللي علماء الفقه سألوا أنفسهم، من أين تؤخذ الشريعة؟ تؤخذ الشريعة، ما هي أدلة الفقه الإجمالية؟ تمام كده؟ يبقى ده موضوع علم أصول الإيه؟ علم أصول الفقه. طيب ده الموضوع. الثمرة
ده سؤال مهم. انا بقى دلوقتي خريج اساسية ولا اوبريشن او اوبريتور ولا طبيب ولا في ثانوية، انا بقى هستفيد ايه من الكلام ده كله؟ عايز حضراتكم تقولوا لي بقى بعد اللي انتوا سمعتوه، انتوا في حياتكم العملية ممكن تستفيدوا ايه من معرفة اصول الفقه او تاريخ التشريع الاسلامي؟ انا شايف ان ادنى استفادة احنا ممكن نستفيدها على الاقل يعني نسمع مين وما يسمعش مين، مش كده؟ يعني انت دلوقتي في برامج مفتوحة وفي تلفزيون شغال 24 ساعة، والجماعة اللي شغالين في الاعلام بيقولك لازم تعبي الوقت. يعني لازم تعبي الوقت 24 ساعة القناة مفتوحة، فلازم دايما في حاجة بغض النظر عن قيمتها، مش كده؟ فوالله عايزين حاجة في الدين، هتقولنا فلان ده الناس تحبه، او هتقولنا حد كده يعمل لنا حاجة كده في الدين في التاريخ، فتلاقيه في النص وعمال يتكلم في الدين او في التاريخ او كده بيعق الدنيا وبيصدر احكام غير صحيحة. فده استفيد منه في ايه؟ ما استفدش منه في ايه؟ اصول الفقه يعمل كده، لا اخذ الاحكام الا من مجتهد او من ينقل كلام المجتهدين. حضراتكم لو رحتوا دار الافتاء المصريه لو سالتهم عن اي حاجه وطلبتوا فتوى مكتوبه، يعني هو في العادي لو اتصلتوا بيهم يقول لك اه دي حلال او حرام من غير ما يقول لك الدليل او السنه، تمام؟ وعلى فكره مش من حق المقلد انه يسال المفتي انت ايه دليلك، لانه هل لو قال له الدليل هيفهم وجه الدلاله؟ مش هيفهم وجه الدلاله، فعشان تفهم وجه الدلاله لازم تدرس تتعرف ايه، تمام؟ فهو ايه في العاده يقول لك ايه اعمل او ما تعملش. طب انا بقى عم الشيخ والله الموضوع مختلفين فيه وعايز فتوى مكتوبه، عشان اديك فتوى مكتوبه يذكر لك فيها اسانيد الفتوى، فعلم لأسس لقواعد في منهج في البحث، مش الحاجة اللي ايه اللي تفط في دماغي كده وخلاص اقولها. وهتلاقيهم في الفتوى المكتوبة دي ممكن لك كتب المذاهب الأربعة، في كتب كده معتمدة موجودة في كل مذهب من مذاهب الفقهاء، فبيقول لك احنا ليه قلنا حلال؟ عشان الحنفية بيقولوا واحد اثنين ثلاثة، الشافعية في كتاب كذا بيقولوا كذا، الحنابلة في كتاب كذا بيقولوا كذا. فهو مش مجتهد، اخونا اللي شغال في دار الافتاء ولا هنا ولا هنا مش مجتهد، مش عالم كبير نوبل، لكنه عنده المقدره على الرجوع للمصادر وعنده المقدره على فهم كلام العلماء، فيقول لك اللي انت بتقوله دوت موجود في المكان الفلاني ويعني كذا وكذا وكذا، وهجيب لك كلام المجتهدين. فهو ادنى فائدة لدراستنا عن الفقه ان احنا نعرف نسمع مين ونسمعش مين، نستفيد مين ونستفيدش مين، مش كده؟ وفايدة ثانية مهمة جدا ان نعرف ان مفتيش في الدين بلا علم، مش كده؟ يعني انا دلوقتي بيتكلموا قاعدين في الكافيه احنا وزمايلنا واصحابنا قاعدين في الجامعة بين المحاضرات او في المواصلات اتفتح موضوع، خلاص؟ انا ما ينفعش اقول يا جماعه انا والله رايي ان تبقى دي ما فيهاش حاجه لان ربنا غفور رحيم، ما هذا؟ فاحنا ايه هنتعلم نصوت ليه؟ لانك عشان تقول حلال او حرام لازم عندك تدليل دليل، كده غير كده يبقى انت متجرئ على الكفر. النبي صلى الله عليه وسلم قال ازرأكم على الكفر وازرأكم على النار. إذا إيه الفائدة الأولى؟ نكتب مع بعض بقى كده، الفائدة الأولى معرفة من يؤخذ عنه الدين ومن لا يؤخذ عنه الدين. اثنين عدم التجرؤ على الفتوى. ثلاثة معرفة كيف يستنبط الفقهاء الأحكام، لان احنا برضو لما بنقول لك لا تتجرأ على الفتوى، لما بنقول لك اسأل اهل العلم، لا يعني معايا ايمن ده لا يعني ان احنا نقول لك ايه ان في كهنوت،
لا يعني نحن نقول لك ايه تعالى كده ورا المشايخ بيقول لك خلاص وغمض عينيك وبنقول لك اسمع وخلاص. لا ده مش معناه كده خالص، لان انت لو رحت للشيخ اللي افتاك بالفتوى قلت له يا شيخ انا عايز افهم لو سمحت فهمني، جبت الكلام ده منين؟ لازم الشيخ يكون عنده مستندات، لانه الله سبحانه وتعالى لم يوجب علينا اتباع حد غير الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو الرسول بس هو واجب الاتباع. طب ليه بنقول نسمع كلام الشافعي، نسمع كلام ابو حنيفه، نسمع كلام الشيخ الموجود في الدار ولا المشيخه ولا المسجد ولا هنا ولا هنا؟ ليه؟ باعتبار ان دولت هنقولنا كلام الشافعي، وباعتبار ان الشافعي بينقل لنا كلام الصحابه، وباعتبار ان الصحابه بينقل لنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فاحنا لا بنقلد الشيخ ولا عايزين حاجه من الشيخ. الشيخ ده مجرد واسطه، انا مش فاضي بدل الامور السياسيه، انا مش فاضي بدل، انا مش فضلوا نفسهم لهذا الغرض وعرفوا المصادر وعرفوا الكتب وعرفوا الادوات. فانت بتعمل حاجه في الحياه، انا بعمل حاجه ثانيه، انا لما امرض اشوف عندك، انت لما تشتغل شرعيه هتيجي تسالني، والحياه تمشي كده. فتخصص العلم تخصص، الدين تخصص، زي بقيه التخصصات. عشان كده بنقول دايما للناس انه الاسلام دين وعلم، دين ده بكل علم ده لبعض الناس لمن درس، عشان في برضو الناس بيطلعوا احيانا في التلفزيون يلخبطوا الدنيا، يقول لك اه الدين ده بتاعنا كلنا، ليه لا اسمع كلام الشيخ الفلاني؟ اه ده كده علم مش دين. بتاعنا كلنا بمعنى انك انت وهي وهو والناس كلها لازم تصلي، الناس كلها لازم تصلي، اه دين لكل الناس. ازاي اصلي؟ مش هيعرفها كل الناس، مش هيعرفها اللي عنده الايات عارفها وعارف الاحاديث، مش كده؟ وهل كل الناس يعرفون الايات والاحاديث؟ لا، في ناس راحوا حفظوا في الكتاب، وفي ناس راحوا لعبوا كوره، مش كده ولا ايه؟ اه فالناس اللي عارفين هيقولوا للي مش عارفين. الناس اللي كانوا في الكتاب زمان بيحفظوا القران دولت لما كبروا درسوا علوم مختلفه تاهلهم من فهم القران والسنه. حضرتك كنت صغير دخلت مدارس ثانيه اتعصبت في امور اخرى واتقنتها وبقيت شاطر فيها، فبقيتش فاضي تعمل اللي فلان ده عمله، فتعمل تساله. فالصلاه لكل الناس، كيف اصلي؟ مش لكل الناس كده. الحلال والحرام كل الناس يجب ان هي تلتزم تعمل الحلال وتبتعد عن الحرام. مين يقول لي حلال وحرام؟ مش كل الناس. ده علم، ولما نقول انه ده علم معناه انه في مصادر، في ادوات، في شروط للباحث، في قواعد، في مناهج. اراكم في جامعه الازهر او جامعه الازهر من قديم الزمان وفي كده. ولما نقول في مصادر ابص المصادر دي كمان ايه؟ متدرجه. في عندك حاجات للمبتدئ، في حاجات للمتوسط، وفي حاجات للمتقدم. منهج علمي متكامل، مش اي حاجه يقولها اي حد يلا هو ده الدين. واضح يا جماعه؟ طيب اذا ايه الحاجه مهمه جدا؟ اذا الثمره قلنا كم ثمره دلوقتي من دراسه اصول الفقه؟ 3-1 معرفه ايه من يؤخذ عنه الدين، 2 عدم التجرؤ على الفتوى، 3 معرفة كيف يستنبط الفقهاء الأحكام. في حاجة مهمة جدا أيضا، فايدة مهمة خالص، وهي معرفة لماذا يختلف العلماء. ليه في خلاف؟ ليه في حاجة اسمها المذهب الشافعي؟ مش الدين واحد؟ مش كلنا سألنا أنفسنا السؤال ده في يوم من الأيام؟ طالما الدين واحد والرسول واحد، ليه في عندنا ناس اسمهم شافعي وناس اسمهم حنفي وناس اسمهم مالكية؟ دول بيعملوا حاجة ودول بيعملوا حاجة. ما احنا ده هنعرفه بقى، دي فايدة من فوائد دراسة. فاحنا كده هنجاوب على السؤال ده، يبقى دي الفائدة رقم 4.
المفترض بقى اللي يحصل ايه؟ ان بعد ما اشوف الفوائد الاربعه ديت اقرر مع نفسي واسال نفسي هذا السؤال الان وانا قاعد، هل انا عايز اعرف الحاجات الاربعه ديت ولا لا؟ اذا كانت الحاجات دي مش عايز اعرفها، ما تهمنيش، ما خطرتش على بالي قبل كده، فيبقى انا بناء على ذلك اقول لا انا كده العلم ده ما يهمنيش في حاجه فمش عايز ادرسه. لا والله دي حاجات مهمه عايز اعرفها، اه كده انا هكمل في العلم. شفتوا بقى مبادئ العشره معرفتها مهمه ازاي ومن اول ساعه، غير لما الطالب زي ما بيحصل في الكليات يدخل يدرس سنه وسنتين ويفاجئ ان هو مش حابب الكليه. هذه هي ثمره دراسه علم اصول الفقه. فضله، الفضل ايه؟ قيمه هذا العلم ايه؟ هنقول ان علم اصول الفقه علم مهم شريف. ليه شريف؟ لا يستغنى عنه. ليه لا يستغنى عنه؟ لأننا به نعرف مراد الله تعالى. هنقول هو من أشرف العلوم، من أشرف وأهم العلوم، لأننا لا نستغني عنه، لأننا نعرف به مراد الله تعالى. مراد الله تعالى اللي هو ايه في الاخر؟ افعل ولا تفعل. لانه من غير اصول فقه مفيش فقه، من غير اصول فقه مفيش فقه. وانا كيف اعبد الله بجوارحي؟ في الفقه. فهمنا ازاي؟ اذا فضله هنقول ايه؟ هو من اشرف العلوم. لماذا؟ لعدم الاستغناء عنه، لاننا به نعرف مراد الله تعالى. النسبه، ابن مين العلم ده؟ دي العلوم عندنا هنا، علوم شرعية مش كده؟ شرعية، لغوية، إنسانية، طبيعية، كويس؟ كل دايرة، كل جزء من الدايرة دي هتيجي جواه في ايه؟ في أجزاء أخرى. يعني هتقول العلوم الشرعية دي مقسمة إلى ثلاث أجزاء. هو عندنا علوم مقاصد ومصادر وفرعية. أو خادمة. فإحنا عندنا أهو علوم المقاصد برضو ممكن نقسم ده كده لثلاث أجزاء. هنحط في كل جزء علم من علوم المقاصد. ايه هي علوم المقاصد؟ ثلاث: الفقه والعقيده والتدبير. علوم، العلوم الشرعيه اهي، مقاصد مصادر وخادمه. مقاصد ثلاث: العقيده، الفقه، التزكية. طيب مصادر: القرآن وعلومه والسنة وعلومها. ماشي. الخادمة نشرح فيها أصول الفقه والمنطق. طيب ليه قلنا إن التلات علوم دولت علوم مقاصد؟ إن هم دولت المرتبطين مباشرة ب الثلاث امور التي جاء الشرع لضبطها. فالعقيده تضبط الفكر، الفقه يضبط الفعل، التزكيه تضبط القلب. فالمراد المقصد النهائي من كل العلوم ديت هو الانسان. والانسان ده مكون من ايه؟ مكون من عقل، ومكون من جوارح، ومكون من قلب. فكل علم من هذه العلوم بيضبط جانب من جوانب الإنسان. عشان كده هي دي علوم المقاصد. يعني كل العلوم دي بتحصل على تحقيق هذا الغرض. ازاي اصلي واقوم واعبد الله بجوارحي؟ ازاي اعبد الله بفكري؟ ازاي اعبد الله بقلبي؟ عشان احقق قول الله تعالى: إلا يعبدون. والعبادة هنا هتكون ايه؟
بكل ايه مكون من مكونات الانسان. ايه هي مكونات الانسان؟ الجوارح، العقل، القلب. عشان كده سميناها علوم مقاصد، والعلوم دي فرعين. طيب فاصول الفقه فين بقى؟ هو اللي بيساعدني بيخدم على تحقيق هذا الغرض، بيفهمني ازاي الفقهاء بيقولوا لي اضبط افعال، ازاي جوارحي تنضبط في الشارع. فعلم اصول الفقه هو اللي ايه بيفهمني جذور الموضوع، اصل المساله ايه، مش كده؟ اذا ما هو ما هي نسبه علم اصول الفقه؟ هنقول هو من العلوم الشرعيه، ابن العلوم الشرعيه، ابن علوم المقاصد، ابن علوم الايه، ابن العلوم الخادمه. دي معنى النسبه، فلان ابن فلان ابن فلان. فهنقول اهو علم اصول الفقه ابن العلوم الشرعية، ابن العلوم الخادمة. تمام كده؟ فهو علم من العلوم. طبعا ابن دي يعني ايه، مش هتلاقوها في الكتب دي، يعني انا مألفها من عندي، مش حد منكم يروح يعني يفتكر ان دي حاجة، لا دي حاجة كده. تمام؟ فهو علم من العلوم الخادمة التي هي علوم شرعي. طب يا أستاذ أيمن، لو طلعنا علم أصول الفقه من دائرة العلوم الشرعية دخلناه في علم الإنسانية، أتوقع نسميه لا نسميه النظرية القانونية كده، علم نظرية القانون أو النظرية السياسية. يعني هتبص تلاقي بقى ايه دمه مفرق بين القبائل، لان الفقه في ابواب كتير، مش كده؟ في ابواب العبادات، ابواب المعاملات، ابواب السياسه، ابواب الاقتصاد، ابواب فقه الاسره، مش كده؟ فهتلاقي الابواب المتعلقه بالحرب والسلم والغنائم والفيء و و هتلاقيها فين؟ في علم النظريه السياسيه. ده الجزء بتاعها، ده هو قلنا علم العلوم الإنسانية. طب إيه الفرق بين العلوم الإنسانية والعلوم الشرعية؟ العلوم الشرعية بيلاحظ فيها إطار. إيه الإطار؟ يعني إيه إطار؟ يعني ما بخرجش عن حاجة معينة. إيه الشرع؟ هنا الإطار مختلف. واضح؟ ولذلك مهم جدا إن إحنا نقول وانا بدرس عقيده او انا بدرس فقه او انا بدرس اصول فقه ابني ايه، عشان اعرف اتكلم معاه كويس، عشان اعرف اتعامل معاه كويس، عشان ما توقعش منه حاجه ويديني حاجه، او علشان ما حاكمهوش وفقا لحاجه تانية. فهمنا ازاي؟ فاحنا مع بعض كده في القعده الجميله دي لما بنتكلم عن علم اصول الفقه هنتكلم عليه باعتباره علم من العلوم الشرعيه، مش هنخرج عن كونه علم من العلوم الشرعيه. عايز بقى حضرتك تعرف ازاي البرلمانات في الدنيا بتحط القوانين في هنا، ده في علم تاني، او هنا بس حاجه ثانيه. تمام كده؟ إذا إحنا إيه نتكلم عن علم الفقه باعتباره ماذا؟ علم من العلوم الشرعية، وهو منها من قسم العلوم الإيه الخادمة. طيب في النسبة برضو بنلاحظ حاجتين، هو ابن مين وولاده مين. فأولاده مين بقى؟ إيه علاقة علم أصول الفقه بعلم الفقه؟ إيه علاقة علم أصول الفقه بعلم العقيدة؟
إيه علاقة علم أصول الفقه بالمنطق؟ إيه علاقة علم أصول الفقه باللغة؟ أنا علاقته إيه بغيره من العلوم؟ يعني في دوائر متقاطعة، يعني هبص لي هنا دائرة مثلا دائرة دي أصول فقه، الدائرة دي علوم قرآن، الدائرة دي منطق، ففي تقاطع مش كده؟ فعلينا نعرف متقاطعين في إيه؟ العلوم المختلفة وعلاقتها ببعض إيه؟ وفي علوم ما لهاش علاقة ببعض خالص، يعني زي ما أقول مثلا علم العقيدة خلاص كده؟ والكيمياء مش علاقة، فعلاقتهم التباين صح؟ فإحنا عايزين نشوف أهو، عندنا أدي علم، قصدي علم أصول الفقه، عندنا العقيدة، عندنا منطق، عندنا اللغة، عندنا القرآن، عندنا الحديث أو السنة، دي كلها علوم. النسبة، فكل ده في النسبة مش كده؟ في علاقة العلم ده بالأسماء الغريبة اللي أنا بسمع عنها دي كلها، تمام؟ فإيه علاقة علم أصول الفقه بالعقيدة؟ العلاقة هي الاستمداد، يعني علم العقيدة أصل لعلم أصول الفقه. يعني لو قلنا مين أولاد علم العقيدة؟ هنقول من أولاده أصول الفقه. العلاقة هي الاستمداد، يعني ده بيستمد من ده. ايه كمان؟ اللغة الاستمداد، خلاص كده؟ عندنا هنا كمان الفقه، تمام كده؟ العلاقة هي الامداد والاستمداد. القرآن أصل من أصول الفقه، السنة أصل، المنطق أداة، علم أصول الفقه علم بأدلة إجمالية. إيه الأدلة الإجمالية؟ قلنا منها القرآن والسنة. الفقيه بينزل القرآن على اعتبار أنه هو إيه؟ كلام الله كده؟ طب لو نظر القرآن على أنه مش كلام الله ولا حاجة، يبقى ما فيش حاجة اسمها علم أصول الفقه، ما فيش حاجة اسمها علم الفقه. فهو أنا جعلت القرآن أصل وجعلت السنة أصل باعتبار أن القرآن ده كلام الله، باعتبار أن ده كلام الرسول اللي هو بين قوسين وحي برضه. طيب منين اعرف اذا كان القران ده كلام الله او انه اعرف انه الله اصلا موجود او لا؟ ده فين؟ العقيده مش كده؟ طب ازاي اعرف ان سيدنا محمد رسول او لا؟ ده فين؟ في العقيده. فهمت ازاي؟ فاحنا عندنا في العقيده نثبت وجود الله وصدق الرساله. طب الله ماذا يريد منا في العقيده برضه؟ بينزل لنا قران، الرسول ليه كلام، هو وحي، ان هو الا وحي يوحى، يبقى كلامه كمان اهو. الاثنين ثبتوا عندنا ادله قاطعه ان ده كلام من الله الخالق وان الخالق ده موجود، وده كلام من الرسول المرسل وانه صادق لا يكذب صلى الله عليه وسلم. يبقى انا كده ايه؟ بناء على ذلك هجعل كلامهم اصل يضبط حياتي. فهمنا ازاي؟ يبقى علم العقيده اصل لعلم اصول الفقه. فهمتوا ازاي؟ المنطق اداه، اداه ايه؟ بستخدمها في ضبط ابواب اصول الفقه. التعريف عشان يكون تعريف منضبط استخدم في علم المنطق، كلامي عشان يكون منضبط استخدم علم المنطق، فهو ايه؟ اداه. اللغه، هذا العلم يستمد من لغة العرب. ليه بيستمد من لغة العرب؟ لأن القرآن والسنة عربيان، أنا عشان أفهمهم لازم أفهم اللغة العربية. لما العربي يقول لي وجاءت سيارة، كان بيفهم منها كلمة سيارة بإيه؟
القافلة التي تسير ليلا. فإذا إيه؟ أنا محتاج لفهم القرآن والسنة إلى ماذا؟ إلى اللغة العربية. فإذا اللغة العربية أصلا أو يمد ماذا؟ أصول الفقه. فأصول الفقه يستمد من اللغة إيه؟ اللغة العربية. القرآن أصل من أصول الفقه أو دليل الأدلة الكثيرة المالية. علوم الحديث أو السنة أصل أو علم من علوم إيه؟ أصول الفقه. ما علم أصول الفقه إيه بقى؟ الفقه. أبناء علم الإيه؟ علم الفقه. لكن خد بالك الفقه فيه علاقته بالأصول رايحة جاية، مش رايحة بس ولا جاية بس. بمعنى إيه؟ يعني هنا عندك العقيدة رايحة بس، تمام؟ المنطق رايحة بس، اللغة رايحة بس، طب الفقه رايحة جاية. يعني الفقه هتلاقوه موجود بستخدمه في التمثيل على المسائل اللي بأوردها، خلاص كده؟ وفي نفس الوقت بضع للمسائل الفقهية قواعد كلية الفقه. هتلاقوا مسائل فقهية في علم الأصول هنا، وهتلاقوا علم الأصول في نفس الوقت بيضبط المسائل الايه؟ المسائل الفقهية. طيب، بمعنى التمثيل، بمعنى اني بستخدم عدد من المسائل عشان اوجد بيها القاعدة، خلاص كده، او ضابط من الضوابط الفقهية اللي بستخدمها بعد ذلك في علم التعارض والترجيح. فأنا ايه ده بالنسبة لي مادة ثرية لضبط بعض القواعد في علم أصول الفقه. الأصول في باب مهم قوي اسمه باب الدلالات. باب ايه الدلالات؟ باب الدلالات ده فيه معاني مثلا الأمر، خلاص كده؟ لما أقول إيه؟ لما أقول لحضرتك أقيموا الصلاة، ليه فهمت منها معنى الإلزام؟ ما أنا بقولك، ما أنا بقولك هات لي أشرب، يعني لو حد واقف هنا وتبقى هات لي أشرب، هل هيفهم منها معنى الوجوب؟ ولا يعني تبقى زوج لو جبت لي أشرب اللي هو الاستحباب يعني، أو الندب أو الطلب من غير إلزام. فهو باب الدلالات دوت بنجيبه منين؟ من اللغة. كيف كان العرب يستخدمون فعل الأمر؟ كيف كان العرب يستخدمون أدوات الاستفهام؟ كيف كان العرب يستخدمون النهي؟ ومتى يدل على الإلزام ومتى يدل على النذب؟ فهمت إزاي؟ فهو أداة هنا لفهم الأصول دي، ثم هو معايا مصدر رئيسي في فهم أبواب الدلالات في علم أصول الفقه. معايا كده؟ الحاجات دي احنا مش مطلوب مننا دلوقتي نعرفها بالتفصيل، بقدر ما احنا مطلوب مننا ان احنا نعرف ان العلوم الشرعية عبارة عن شبكة متكاملة من العلاقات، فهي علوم كلها بيخدم بعضها على بعض، بيكمل بعضها بعض، تمام كده؟ يبقى احنا كده اتكلمنا عن نسبة لأصول الفقه. الواضع إن مبادئ كل فن عشرة، ها، الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبة والوابع. وصلنا لفين؟ الوابع. المبدأ رقم كام؟ رقم ستة. طيب إحنا في الوابع بنفرق بين حاجتين، في الوابع بنفرق بين حاجتين، في عندنا الوابع الأصلي وفي عندنا الوضع بمعنى المدون. العلوم الشرعية كلها واضعها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن وضع أصلي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لما هنيجي نتكلم مع بعض إن شاء الله تعالى عن تاريخ التشريع، أبص تلاقي جايب لك هنا في الكتاب القياس في عهد الرسول، الإجماع في عهد الصحابة، الاستصحاب في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنت هتلاقي العلوم الشرعية اللي هي واسعة قوي دي كانت عبارة عن نبتة صغيرة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي أصلها جذورها موجود فين؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
واضح كده؟ في عندنا حاجة اسمها عصر التدوين. ايه عصر التدوين؟ العلوم الإسلامية كلها منذ عصر الرسول لحد سنة 141 هجرية تقريبا كانت شفوية. كانت ايه؟ شفوية، يعني الحديث تتناقل شفوية، الأحكام الفقهية تتناقل شفوية، أحكام التجويد تتناقل شفوية، اللغة العربية تتناقل شفوية. ربنا سبحانه وتعالى ميز الأمة العربية بأن هم بأن هي أمة حافظة باستثناء القرآن، هو الذي كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. بقية العلوم بعد كده دونت بعد ذلك، ماشي. عصر التدوين بدأ من سنة 141 تقريبا، تدونت الكثير من العلوم، فبدأت تظهر العلوم شوية بشوية مدونة. طب قبل التدوين كانت فين؟ ظهر فجأة ولا موجودة؟ موجودة، موجودة في تصرفات الصحابة. يعني الصحابة لما كان جيبت كده بنيجي على دماغهم، ولا كان في ضوابط معينة بتتبعوها؟ ضوابط معينة، واضح كده؟ فالضوابط دي كانت هنا لكنها غير مدونة، لحد ما جينا الشافعي رضي الله عنه. الشافعي ولد سنة 150، توفى سنة 204. ابن الشافعي رضي الله عنه كان أول من دون علم أصول الفقه في كتاب الرسالة، هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله. يبقى أول من دون علم أصول الفقه هو الإمام الشافعي رضي الله عنه في كتاب مشهور قوي ومطبوع وما بيتباع وموجود في كل مكان الحمد لله، وعليه شروح كتير قوي اسمه كتاب الرسالة. تمام كده؟ طيب الواضع، من هو واضع علم أصول الفقه؟ الإمام الشافعي رضي الله عنه. لو اتكلمنا عن الواضع بمعنى المدون، لكن الواضع الأصلي للعلوم الشرعية هو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسم هذا العلم علم أصول الفقه، ملوش أسماء تانية. يعني كل الكتب التي تتناول قضايا ومسائل هذا العلم اسمها علم أصول الفقه مع تنويعات، يعني مباحث في علم الأصول، مدخل إلى علم الأصول. هتلاقي بقى مباحث مش عارف مدخل مش عارف إيه، وبعض الكتب هتلاقيها عنوانها باب من أبواب أصول الفقه. يعني إيه؟ أمال الدلالات، يمكن عن باب الدلالات بتاع الشيخ عبد الله بن بي. تمام كده؟ التمذهب بتاع اليافعي، ده باب من أبواب الأصول. فأنت إيه اللي هيدون العلم ده غالبا بيستخدم كلمة أصول أو أصول فقه في العنوان، إلا إذا تناول باب أو قضية أو مسألة، فتلاقيه بيسمي الكتاب أو المبحث بتاعه باسم الباب اللي بيتناوله. فأنت لو عرفت أبواب العلم تعرف الكتاب بيتكلم عن ايه وفي اي باب من الابواب. تمام كده؟ وهنعرف دلوقتي مع بعض في المسائل الابواب الرئيسيه لعلم الاصول. تمام؟ يبقى اذا اسم هذا العلم علم اصول الايه؟ الفقه. واحيانا بيختصر ويقولوا الاصول، الاصول. وكلمه الاصول اذا اطلقت يراد بها اصول الفقه. طب اذا قيدت بكلمه الدين، اصول الدين، يبقى علم العقيدة. خلاص كده؟ والاثنين مع بعض يسموهم الأصلين، الأصلين، أصول الفقه وأصول الدين. تمام كده؟ يبقى أصول الفقه استمداده استمد منين بقى؟ يلا قلنا، قلناها في النسبة، استمد من العقيدة ومن اللغة، وأدواته المنطق والفقه واللغة، مع ملاحظة الايه الحركة احنا قلناها في الشرح. يعني هنقول اللغة لا بطريق، هنقول المنطق باعتباره أداة، هنقول اللغة باعتبار ان هي أداة في جانب وممد في جانب. حكم تعلمه فرض كفاية، يعني بمعنى انه لازم يكون في الأمة مجموعة متخصصة في علم الأصول، متفرغة في علم الأصول،
علشان لما يبقى في حاجه طاقه قدامنا نعرف هنروح لمين، ما يبقاش كده العلم يندثر مش موجود. طيب تعالوا كده بقى مع بعض بسرعه المسائل اللي هي ايه، ابواب وفصول علم اصول الفقه. الابواب الرئيسيه لعلم اصول في باب اسمه باب الحكم والحاكم، وباب اسمه الادله الاجماليه، اسمه الاجتهاد والتقرير. هتلاقوا باب الحكم ده بيتكلموا عن الحكم التكليفي والحكم الوضعي، وبيتكلموا عن من هو الحاكم، بيتكلموا عن الحاجة اسمها المحكوم فيه وحاجة اسمها المحكوم عليه. مين هو المحكوم عليه؟ المكلف اللي هو الإنسان المسلم. فهتلاقوهم مثلا في المحكوم عليه دوت الحاجات دي إن شاء الله هناخدها مع بعض، تمام؟ فهتلاقي في باب المحكوم عليه دوت يقول لك إمتى يكون الإنسان مكلف؟ هيجي مثلا بيقول لك إنه المسلم مكلف، الكافر ما روحش أقول له الصلاة فرض، لكن أقول لمين؟ للمسلم بس. العاقل مكلف. جماعة اللي في السفارة العباسية ده إخواننا اللي هناك ما لهمش علاقة بالموضوع ده خالص، دول يجي لهم تلفزيون يتفرجوا عليه، يتفرجوا على ماتش والله يكون في عونهم، ما لهمش علاقة بإن إحنا بنتكلم فيه ده خالص. ليه؟ غير عقلاء. في المحكوم عليه ده بنتكلم عن التكليف والشروط. المحكوم فيه هو الفعل. الحاكم من الذي يقول حلال وحرام فرض وواجب؟ فتقول لك مباشرة الحاكم هو الله. الحاكم الأصل هو الله. طب المشايخ دول ايه؟ ينقلون لي حكم الله. مش من عندهم. من كده؟ في الأدلة الإجمالية هتلاقي أدلة متقسمة برضو، أدلة ايه؟ أصلية. أو هتلاقي غالب الكتب ما بتقسمهاش التقسيمة دي. عشان هتلاقيهم أدلة متفق عليها ومختلف فيها. وعرفنا المتفق عليها هي ايه؟ متفق عليها هي القرآن والسنة والإجماع والقياس. مختلف فيها حوالي 40 دليل زي الاستصحاب والاستحسان وقول الصحابي والغرض. الاجتهاد والتقييد هتلاقي هنا بيتكلم بقى عن مسائل وقضايا كتير قوي، زي ايه هي شروط المجتهد، وزي من هو المقلد، وزي هل يجوز لي انا كمقلد اني اقلد اكتر من مجتهد، وزي هل يجوز لي ان انا الفق بين اقوال المجتهدين ولا لا يجوز. كل دي مسائل هنتناولها ان شاء الله في هذا تمام كده. فده باب الاجتهاد والتقييد. يبقى اذا مسائل اصول الفقه في ثلاث ابواب كبرى، باب الحكم، باب الأدلة الإجمالية، باب الاجتهاد والتقييد. بعض الناس بيقولوا ان في باب رابع اسمه باب الدلالات. باب الدلالات غالبا هتلاقوه موجود في الأدلة المتفق عليها دي، احنا قلنا قرآن، سنة، إجماع، قياس. باب الدلالات غالبا بيذكر هنا. الله، هذه هي المبادئ العشرة. حد من حقكم عنده سؤال في المبادئ العشرة؟ نراجعهم بسرعة مع بعض. المبادئ كلها من عشرة: الحد والموضوع، ثم الطارة، وفضله ونسبة والواضع، والاسم والاستمداد، حكم الشارع، مسائل، والبعض بالبعض اكتفى، ومن دار الجميع حال الشرف. الحد، ما هو تعريف علم أصول الفقه؟ وحال المسلم. تمام. ما هو موضوع علم أصول الفقه يا إيمان؟ الأدلة الشرعية الإجمالية أو مصادر التشريع. عارف مصادر التشريع؟ طيب ده الموضوع الرئيسي، هو اللي في النص. يعني الموضوع الرئيسي هو اللي في النص، الموضوع اللي قبل كده والموضوع اللي بعد كده بيخدم على اللي في النص. فهمتوا ازاي؟ يعني ده الايه؟ العمود الفقري
لعلم أصول الفقه هو الأدلة الإجمالية اللي في النص ده، هو الليلة كلها هنا. فهمتوا إزاي؟ يبقى الموضوع الرئيسي هو الأدلة الشرعية الإيه؟ إجمالية. الثمرة واحد نأخذ منه الدين ومن لا نأخذ، اثنين عدم تجرؤ على الفتوى، ثلاثة معرفة كيفية استنباط الأحكام الشرعية، معرفة كيف يستنبط الفقهاء الأحكام الشرعية مش إحنا اللي هنستنبط، رقم أربعة معرفة أسباب اختلاف أو بعض أسباب اختلاف الفقهاء. تمام كده؟ الفضل من أشرف العلوم، لماذا؟ لماذا؟ لأننا به نعرف مراد الله تعالى. النسبة ابن العلوم الشرعية وهو فيها من علوم الخادمة أو العلوم الخادمة. ما علاقته بعلم اللغة؟ استمداد. علاقته بعلم العقيدة؟ المنطق، المنطق أداة علم الأصول. القرآن أصل، السنة أصل، الفقه إمداد واستمداد. كل ده في النسبة. كلمة نسبة يعني إيه؟ يعني العلاقة. نسبة يعني العلاقة. تمام كده؟ الواضع، الوضع الأصلي، وعندنا المدون. الوضع الأصلي من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. المدون من الشافعي رضي الله عنه. الاسم أصول الفقه. تمام كده؟ الاستمداد من أين يستمد؟ العقيدة والإيه؟ واللغة. طيب والفقه حكم الشارع فرض كفاية، المسائل حاكم أدلة الفقه الإجمالية، وباب الاجتهاد والتقليد. طيب هذا فيما يتعلق بالجزء الخاص بأصول الفقه. ايه بقى حكاية تاريخ التشريع دي؟ اسمها مدخل علم أصول الفقه تاريخ التشريع. تاريخ التشريع معناه ببساطة شديدة هو كيف نشأت المذاهب الفقهية، كيف نشأت المذاهب الفقهية، وازاي بقى عندنا مذاهب أربعة، وليه أربعة مش خمسة، وليه الأربعة دول بالذات اللي احنا بنقول للمسلم قلدهم أو خذ بأقوال مجتهدينهم. وازاي كان علم الفقه موجود في عهد الرسول، وازاي كان موجود في عهد الصحابة، وازاي كان موجود في عهد التابعين، وفي عهد التابعين لما نشأ علم الفقه ودون ازاي تطور حتى وصل الينا في كتب ومجلدات، وبعدين كل مذهب فقهي هتلاقي فيه مجتهدين وارائهم مختلفة مع بعض. فعايزين نعرف الليلة دي كيف حدثت. فاحنا كأننا بنتكلم عن تاريخ الفقه مع بعض. كده الجزء التاريخي دوت لانه معظمه يعني فوق مسائل علميه دقيقه انتوا هتحتاجوني فيها، معظمه يعني ايه تاريخ. فانا في الغالب هخلي الجزء دوت تكليفي. تمام، ثم نقاش. ايه اللي هتحتاجوني فيه؟ في الاصول. تمام كده، لكن الامر برضو لا يخلو من اننا اديكم بعض الخطوط الايه، بعض الخطوط العريضه عن علم تاريخ الايه التشريع. قلنا تاريخ التشريع. كلمة التاريخ ماذا تعني؟ وقت حدوث فعل معين، مش كده؟ التشريع، التشريع الأحكام التي سنها الله لعباده، ده التشريع. فالتشريع يشمل الفقه، يشمل
العقيدة يشمل التزكية، كل اسم تشريع. عشان كده حضراتكم لما نقول الشريعة الإسلامية الشريعة الإسلامية، شيخنا بنسمع الكلمة دي يعني ايه شريعة إسلامية؟ يعني العقيدة، يعني الفقه، يعني التزكية، يعني العلوم الإسلامية خاصة العلوم النقص. تمام؟ فإحنا عندنا حاجة اسمها الشريعة وعندنا حاجة اسمها الفقه. فالفقه جزء من الشريعة، الفقه جزء من الإيه؟ من الشريعة. تمام؟ فإحنا لما نقول تاريخ، قلنا معنى كلمة تاريخ يعني إيه؟ تاريخ يعني وقت حدوث الفعل. طيب تشريع الأحكام التي سنها الله لعباده. طيب متى بدأ التشريع الإسلامي يا أخوانا؟ بدأ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ده وقت التشريع، هذا هو وقت التشريع. طيب طب ما الفعل الصحابة ايه؟ فعل الإمام الشافعي ايه؟ فعل الإمام أبو حنيفة ايه؟ كل ده فهم لأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمصدر الأصلي عندنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فالمشرع هو الرسول صلى الله عليه وسلم. مع انه كلمة شريعة تشمل العقيدة وفقه والتزكية، لكن اصطلح الدارسين لعلوم الفقه على انهم لما يقولوا كلمة تاريخ التشريع يقصدون بها تاريخ تطور الفقه الاسلامي، مع انه العلاقة اصلا بين الشريعة والفقه هي علاقة الايه؟ العموم والخصوص، يعني الفقه جزء من الشريعة، لكن اصطلحوا اتفقوا كتبوا دونوا انه لما نقول تاريخ التشريع يعني الفقه. فاحنا مش هنتناول تاريخ العقيدة ولا تاريخ التزكية، هنتناول تاريخ الايه؟ الفقه، ازاي تطور الفقه الاسلامي. فاحنا لما نقول تاريخ التشريع يعني كيف تطور الفقه الاسلامي وكيف نشأت المذاهب، ده معناه. نكتبها كده عندنا، تاريخ الفقه، تاريخ التشريع تساوي كيف نشأ الفقه وتطور وكيف نشأت المذاهب الفقهية. خلونا نفتكر مع بعض تاني، احنا نقول كيف نشأ الفقه، مش كده؟ ايه هو الفقه؟ قلنا الأحكام العملية. فاحنا هنتكلم في كيف تطور علم أحكام الجوارح. طيب التشريع الإسلامي يهمنا أن حضراتكم تعرفوا أنه أربع أسس. ما هي أسس التشريع الإسلامي؟ العلماء لما تتبعوا نصوص القرآن والسنة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لقوا إنها بتدور حول هذه الأسس الأربعة الكبرى. الأساس الأول رعاية مصالح الناس. الشريعة يا أخواني لازم تعرفوا إنها جاءت لمصلحة الناس، يعني لإسعاد الناس، مش جاءت علشان تكتف الناس أو تقيد الناس لتنظم حياة الناس. أنا كنت دايما بشبه الدين أو الشريعة بإشارات المرور، إشارات الإيه؟ المرور. تخيلوا كده لو كل واحد جاب عربية ومشي بيها في أي اتجاه هو عايزه براحته، يقولك أنا حر، عربيتي اشتريتها بفلوسي وأعمل اللي أنا عايزه، إيه اللي هيحصل؟ حوادث، ناس هتموت، انت كمان نفسك مش هتستمتع بالسواقة، انك تبقى ماشي عينيك في وسط راسك مش عارف اي حد ممكن يجيلك من اي حتة، صح؟
هتبقى السواقة مرهقة، أليس كذلك؟ طب لما الدول المحترمة عملت إشارات المرور ومكان للمشاة ومكان للعربيات، وبعدين في ثلاث حارات، الحارة اللي هي أقصى اليسار دي الأسرع، اللي في النص متوسط، واللي على اليمين دي أبطأ، كده السواقة بقت إيه؟ مرجحة. الواحد بيسوق عربيته في إمارات المرجحة، حاجة سهلة جدا وبسيطة خالص، واحد ما يشعرش إنه إيه أعصابه مشدودة وهو بيسوق. فكانت فالعملية بقت إيه؟ لذيذة وجميلة، تمام؟ فالدين كده. طب لو حضرتك بقى نظرت الإشارات المرور يعني إن هي ضد الحرية وبتقيد حريتي، في الأول هتبص لها هتلاقيها كده، فأنت بتعمل فعلا اللي أنت عايزه، بس في المقال في الآخر حوادث وفوضى وأعصابك مشدودة وتعاسة يعني، تمام؟ فالشريعة نفس الكلام، إحنا بنظن إن إحنا لو خرجنا عن قيود الدين هيبقى أحرار، الواقع هو إن إحنا بنتعس أنفسنا. فالدين لما نقول رعاية مصالح الناس يعني بيجيها عشان يريحك، بس أنت مش عايز تريحك. يبقى إذا الأسس الأول من مصالح اعرف يعني ليه بقول الكلام دوت، ليه بقوله؟ عشان لما حضراتكم يتقال لكم الحجاب فرض، الخمرة حرام، البنت الكارث إذا تساوت معفوها نصف المرأة في الميراث إذا تساوت في الدرجة، لما يتقال لكم والله الصلاة واجبة، لما يتقال لكم صيام رمضان واجب، لما يتقال لكم الزكاة إذا بلغ المال المصاب واجب، اعرفوا أن كل ده هيعود عليك أنت بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، فهو لمصلحتك أنت أولا. عارفين أنتوا شعار لمصلحتك أولا؟ فنقول لحضراتكم أن الشريعة جاءت لرعاية مصالح المكلفين، يعني كل الأحكام الشرعية بتصب في هذا الغرض. المصلحة هذه إما أن تكون بتأتيك بطريقة مباشرة أو بتأتيك بطريقة غير مباشرة، المصلحة دي قد تكون في الدنيا وقد تكون في الآخرة. الأساس الثاني من أسس التشريع الإسلامي تحقيق العدالة، يعني هو تشريع للكل يتساوى فيه الغني والفقير، يتساوى فيه الشريف والوضيع، الحاكم والمحكوم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أن فاطمة بنت محمد سرقت وحاشاها رضي الله عنها لقطعت يدها. فهو تشريع عادل وغرضه تحقيق العدالة، والعدالة لا تعني المساواة، خد بالك، العدالة حاجة والمساواة حاجة. عدالة بمعنى أني أعطي لكل إنسان ما يستحق، لأن المساواة قد تعني الظلم، المساواة ممكن تبقى ظلم. لو عاملت الغني كالفقير ما دي مساواة، مش كده؟ لكن مين اللي هيتظلم؟ مين اللي هيتداس؟ الفقير، الفقير. يعني لو فرضت ضرائب على الغني زي الفقير اللي يحصل، زكاة على الغني زي الفقير اللي يحصل، ما دي مساواة هي. الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق العدالة، كان كده؟ ففرضت على الغني ولم تفرض على الفقير الزكاة، فرضت على الصحيح الصيام ولم تفرض على المريض الصيام، وهكذا. هي جاءت لتحقيق ماذا؟ العدالة، المصلحة. الأساس الثالث رفع الحرج، لا تسدد، رفع الحرج. يبقى إذن اثنين أساس من أسس التشريع الإسلامي تحقيق العدالة، رقم ثلاثة رفع الحرج. رفع الحرج مش معناه إن لما أعمل دين أكون مرفوض، لا، الصلاة دلوقتي صلاة العصر عزم، صار أداء العصر واجب علينا، الإسلام نفسه نام، هيبقى فيه إيه؟ تقل عليك طبعا لما نقول لك يلا خش اتوضى عشان تصلي بعد النام. خد بالك الشريعة فيها تكاليف، كلمة تكاليف معناها إلزام ما فيه كلفة،
يعني إلزام ما فيه مشقة. لكن خد بالك المشقة محتملة وليست مستحيلة. طب إذا تحولت المشقة لمستحيلة مفيش تشريع. يعني حضرتك هتصوم في رمضان أحس إني جعان أحسن في مشقة نعم بس محتمل تقدر تحمل. وصلت لمرحلة إني هموت لو صمت يقول لك ما عليكش صيام فشركة. فهمت إزاي؟ لازم تقوم في الصلاة تصلي وانت واقف على رجليك طالما تقدر تقف. أنا دايخ ومش قادر صلي وانت قاعد. فهمتوا إزاي؟ يبقى إذن إيه؟ رفع الحرج مش معناها إن إيه؟ على طول التشجيعات والتكليفات سهلة ومحدش سهل أي حاجة وعملها كده. لأ في تكليف عشان إنت تتعود مش كده؟ ففي جزء من الإيه؟ جزء من المشقة لكن هذه المشقة إيه؟ محتملة وليست مستحيلة. إذا تحولت لدرجة الاستحالة بيرتفع التشريع مباشرة عشان كده هتقول الإنسان يبيح شرب الخمر للمضطر. واحد هيموت في صحراء ومعهوش سجادة خمر الشريعة بتقول له اشرب حافظ على حياتك مش كده ولا ايه؟ طيب اذا حضرتك معانا يا فندم استاذ حضرتك معانا فاهم النقطة الأخيرة؟ طيب فايه لو تحققت استحالة يعني خلاص انا هموت يقول لك لا خلاص تشرب الخمر هنا بالنسبة لك مرفوع يجوز انك تشرب الخمر بل يجب عليك ان تشرب الخمر عشان تحافظ على حياتك يجب عليك ان تاكل الميت عشان تحافظ على حياتك. فهمتوا ازاي؟ يعني اذا رفع الحرج لا ينبغي ان احنا نفهم منها المعنى المتداول انه ايه امور سهله لا في 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 مشقه في مشقه لكنها مشقه في مشقه. وما جعل عليكم الله عز وجل يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج زي ما انت كده بالظبط بتلبس هدومك كل يوم وتروح الشغل في مشقه ولا ما فيش ان شاء الله؟ مشقة لكنها مشقة ايه؟ محتملة. طب لو وصلت لمرحلة اني مش قادر اقف على رجلي مش هروح يا جماعة النهاردة اجازة. الشريعة كده الشريعة كده بتعمل هذه العبادات طالما عندك القدرة. مفيش قدرة نقول لك سقطت عنك او تأديها بطريقة معينة. طبعا مش انت برضو اللي بتفتي نفسك يعني وهكذا. يبقى اذن ايه الاصل في الشريعة هو رفع الحرج. أي تشريع أو أي حكم تحول إلى حرج ومشقة يرتفع. وما جعل عليكم في دين حرج الثلاث أسس دولة لازم نستحضرهم دايما وإحنا ندرس أي حكم فقهي. إن شاء الله لما حاكم في درس فقهي بعد ذلك لازم الثلاث أسس دولة في دماغنا لا حرج عدالة مصلحة. هذه هي إيه أسس التشريع الإسلامي. العلماء بيقسموا تاريخ التشريع الإسلامي لأدوار ومراحل. في دور بيسموه دور النشأة والتأسيس وفي دور ثاني بيسموه دور البناء والكمال. يعني كده دور النشأة والتأسيس ثم دور البناء والكمال ثم دور الاستقرار. بعيد تاريخ الفقه أو ثلاث مراحل كبيرة. دور النشأة والتأسيس دوت كان من المؤسس؟ ها الرسول. يبقى هنا هنقول التشريع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. دور البناء والكمال خلاص. طيب خدوا بالكم التشريع في عهد الرسول ده مر بمرحلتين. العهد ها يلا احسنت والعهد الايه المدني. العهد دلوقتي كان كام سنه؟ 13 سنه. العهد المدني 10 سنين. يبقى مجموع عهد النشأة والتأسيس كام سنه؟ 23 سنه. طيب البناء والكمال ده استمر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم توفى سنة كام؟ 11 هجرية. يبقى نقول من 11 هجرية إلى 450 هجرية.
بعهد البناء والكمال الذي فيه نشأت المذاهب الفقهية وأصولها الموجودة عند الصحابة وعند التابعين والأئمة المجتهدين. يبقى الدور دوت هنقسمه أهو: صحابة، التابعين، وبعدين عصر الأئمة. حلو الكلام؟ حلو الكلام؟ حلو الكلام جميل. ماشي؟ دي برضو ايه؟ خريطة كلية لتاريخ التشريع. حاجة 50 هجرية. هنعرف. هنعرف. دلوقتي الساعة كام؟ الساعة 8. انا مش هتقل على حضراتكم. هنعمل ايه؟ حاجة بسيطة جدا وسهلة خالص. كلنا معانا هذا هو كتاب الدورة، او هذا هو الكتاب الدورة. الكتاب دوت مكون من كتابين صغيرين. الكتاب الاول اسمه خلاصة تاريخ التشريع بتاع الشيخ عبد الوهاب خلاف، خلاص. الكتاب الثاني اسمه نظرة على حدوث المذاهب الفقهية الأربعة بتاع العلامة أحمد تيمور باشا. تمام؟ حضراتكم هتفتحوا الكتاب من النص بحيث نجيب مع بعض فهرس الكتاب الأول. فهرس الكتاب الأول جبناه في صفحة كامل فهرس 107. هنقرأ من أول الكتاب لحد صفحة 29، كويس كده؟ اللي هو ايه؟ عهد الصحابة، اول عهد الصحابة. هنقرأ عهد الرسول، كويس كده؟ طيب نفتح فهرس الكتاب التاني، نقرأ من صفحة 19 لحد صفحة 46. هي نقرأ بس مقدمة الشيخ محمد ابو زهرة. هنقرأ فقط مقدمة الشيخ محمد أبو زهرة للكتاب. مقدمة الشيخ محمد أبو زهرة استغرقت من صفحة 19 لحد صفحة كام يا جماعة؟ 46. كويس كده؟ توكلنا على الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.